السلام عليكم، تحية نضالية لقلعة صمود، قلعة تماسيل، تحية نضالية للجماهير الشعبية، وتحية للجنة التماسيل أيضا. أموت سمي إهما، روخانيش صراع ماشي تراجعو، سبع سنين زبدة من الصراع، سبع سنين قايا كيسم كي الصراع قلت راح تمر خمس سنين قبل، يعني كل وجه كل ورد دعوة الموالاة، أيوا سنان المهم كلشي سنان مخزني سنان. وعامين زبدة من تاريا المحكمة، يعني انا جريني مسرحيه واخر مطاف حكما مسرحيات قضاء قمي بروتوكول وصفي، يعني لاول مره لثاني مره على التوالي بينا بان محمد جنولي سن الزفر يقيم سن الميجا ويتاريو يهوبي، يعني محمد جنول ومي محمد جنول يلا نيسي ما نزقو مي ديبون 19 سنين يتوا حالكم في الاراء الناس المبادئ في افكار الناس محمد جلول الشرفي روايه الشرفي يعرف كمال المغرب من يتجا الشرفاء المغرب والاحكام جائره الى جنب يعني اي مدينه احكام واعيه ثانية الشرفاء الابطال تفتخر زكسن تفتخر زكسن السكينه العارفه من جاي كمال ونقرصن وخذ حكمام وخذ الزعم ثماني مال سي ومنظم نشني نقال غكيسان نش كلام عن محمد جنول اقايا كيس وخذ اخر الدريا على صاحب تريني يعني وقيم شي روح هاد الصوت ما نقاش تاع الحمى وقيم شي يعني قاش تاع الحمى وقيم شي مريني يعني وقيم شي تنزل هاكي شعر واخا ما يتجا قد عادي يعني يعني ذكرني وين راني جيت الزرعة بلادنا ما انا يعني تقوي ما نغلى ما تقوي ما ماشي ماشي نقدر نقول شي العكس تا المهم ما كنتجاش نقل مناضلين ضعويص المناضلين تاريخ الاجيال واخا تحكم 19 سنين 29 عام وفي اخر مطاف الدنيا غتكمل رجلي تغيب على وجه الارض الاجيال الله يعني حماس دائما مناضل دائما وكيف يعني قناة 10 سنين سيفت يعني حماس سيفت ضعوي ناس بد العائلة كمارة من بجا نجي مع مصر نهز وما نهز موت نهز نمشي هكذا 7 سنين محمد جلول مطغرين شنين محمد جلول الشرف محمد جلول الشرعيه يخفي ناس وتحيه للنضال للجميع تحيي الاحرار الحرائر في التماسيل الصبيضه قلعه تفخر في قلعه التماسيل نيش زي قلعه التماسيل وتحيه لاهلنا المعتقلين اقد المضربين عن الطعام رخا محمد جلول ستيانز قمي انضم كيهمس مضرب عن الطعام او يمكن عن السكر والماء قرار كقياكيسن حتى الشهادة والتحية نضالية للجميع يعني من يسمع من أزلة يعني شو قضية نص سبع سنين زقا من زقا نفس المطالب احنا قرار قلنا 2012 وقرار تعاون نفس الموال يعني من غير يوم مخزني السنة يثبت نفس سنين كل شيء نفس التجربة شينا كان صامتون إلى أبد الآبدين تحية نضالية أصدر ظنها وينسى محمد جلول كلنا محمد جلول وعاش الريف ولا عاش من خاله تحية رضاية الأمة المعتقلة وعائلة المعتقلين وتحية لجنة التماسين وكل حرية وماشي طلبة نيش غايش بيك ماشي طلبة غايش ما تناولش من عاد كي الحبوسات سواء كي الناظور ولا كي وجدان يوم ما جات طلبة إطلاق سراح المعتقلين بدون قيد أو شرط يعني أي مثلا إطلاق سراح إطلاق سراح ونيجي لا تراجع نشيل مراكز الدورة مرة صعاب اكيسن 8 زون ولا انا كنت اعتقل واخا اعتقل لنا كل شيء يعني امشي نقا نصامدو تحيه لوالي الجميع شكرا